Ladies and gentlemen, مرحبا بكم في فلوج جديد again. نهار شباب مزيان معكم المهدان أموركم في الأجبان. المهدان كما تشوفوا فيه عطيه بالنشاط والحيوية، أما عندي مشكلة بركة اللي هي جيعان بالضبط مو لازمني دمق، وحلقة اليوم على دمق على ستريت فود فطور سماح. دونك اليوم عندنا حلقة سبيسيال على اللخر، اللي باش ينتقد واللي فما حاجة ما ياكلهاش في الحلقة هذه يمشي يعمل تحليل دي ان اي، خاطر ممكن برشا يطلع ماهوش تونسي. بالنسبة للمهدان ياكلهم الكل يلعب لهم الكل ما عنده حتى بروبليم. دونك بما ان في باب الخضرة، كتقول باب الخضرة تقول درا او في رواية اخرى صحلب، وباش نبداو ستيب باي ستيب من حاجة سوف حتى كشل نوصلوا ستاج الوحش. خليكم للاخر بتشوفوا ستاج الوحش كامينا بعد الفيديو هذا. ملا تريح سكونتري صحابي عملهم الطقس، وكما قال الشاعر لكم الحب والعشق في الشتاء ولنا الصحلب واللبلابي والهرجمائي. اه يا سيدي هذا عم حمادي فهمتني متاع الذراع من الثمانينات وهو يخدم وما شاء الله لعبت كل جيل هنا. صديق صباح النور، لاباس عليك، شنو احوالك؟ احنا الامور البرد ده الشعب التونسي مع البرد باش يسخن بالدراع اللعب. لا صديقي يعطينا وحيدة التوبسيون تاع واحد جيعان ماكلاش عنده نهارين، وراه النهار مازال طويل ولازم يكمل النهار نتاعه في كل نشاط وحيوية. مريكل هذا نحلوا بها الشاي يا راه، هذا ليفل 1 ستاج الاول مازال ستاج الوحش. لو كيما تشوفوا لي زونفون لعبنا لها بالخبره وزدنا شلطه شارج، خاطر انا جيت له بات شارج طايح. واهم حاجه بعد ما تكملوا تاكلوا ترجعوا الصحن نتاعكم وحدكم باش نقصوا على ناس الخدمه. ان شاء الله ربي يعينكم، نهارك زين. صحبوش عايش خويا باهي، ياي ربي يعينك. وكيما شفتوا سخنا المعده بوحي صحلب، تو باش ننطلقوا نكملوا المهمه نتاعنا. بالنسبه للصحب نرجع على الاخر هذا من الثمانينات. صورهم ما نعرفش شكون تصور، ما نعرفش شكون برا مو لي زون فوق قاعدين يبيبيو عليهم، وغاديك تو نخلط عليهم ونصورهم. ترا عسلام عايشك، سافا لاباس عايشك، عسلام مامي لاباس، شنو احوالك؟ هاك شفتني بالصدفه اجواء المباشر اللي ديما نقول فيها. عايشك نهاركم زين، بيزو باي. عايش كملنا الصحلب خويا، نمشيو نيكست. البريكفاست الثاني باش يكون في مرشي سنترال، سابقا كان اسمه فندق الغله، بعد الاستقلال ولا اسمه مرشي سنترال. دونك لهنا باش نعملوا صحين ثوم عند اقدم واحد بدا الثوم في تونس الكل. هيا نمشيو ونشوفوا الاجواء. يلا مدام يلا مدام، المهدين امورك في الجبنان. هاي اخويا يرحم والديك، راك المعلم يعطيك الصحة. عايش يا اخويا، ما نجمش نجي لمرشي سنترال وما نهزش كعباد دوراد ما عند الزوبة. هاو اخويا برجولية بيجي لهنا، هاو الزوبية من سنوات وسنوات اقوى واحد اخويا، وعمر صلاة كل عام نهبط فيه لتونس خويا، ناخذ الحوت من عند الزوبة. يجاول زبير خويا يفرح بيكم، عنده سلعة طيارة، أنا بناخذ كما عنده من سنوات وسنوات. صلي على النبي الرويال يا بابا. إيه بابا صباح الخير. هيا هذا هيا لنصورك يركع، ما تحبش تتصور من حق صميرة كوا. جاوني بالقوي على الأقل شوية، سافا لاباس، عطينا ميرسي، اسمعك الفازيات العصير، عطينا وحي ثوم مزيان كيف. يعطيك الصحة عايشك. دونك انا جو بريفير يكون صحن الثوم بيزك سامبل، على خاطر فما حاجات كي تزيدهم برشا اوبسيونات يفقد الروح نتاعو. عبارة انت ماخو كعبة بيتزا فيها الاسكالوب وفيها الفرويد مير وفيها التون، حاجة برك بيتزا هي التون، يوفى الحب.
صحن ثوم زاده سامبل كيما هكايا، برشا زيت زيتونه وبرشا ثوم، هريسه شويه بصل وعظم مروب، ويخرج جوك احلى جو. بالنسبه للحانوت هذايا تعرف من وقتاش؟ من قبل الاستقلال من عام 51 خدم فيه الجد، يخدم فيه البوته ويخدم فيه الطفل، معناها تروا جينيراسيون قاعدين يخدموا في نفس الريستورون. انا على فكره الثوم راه سمعت بيه درنيرمو معناها 7-8 سنين التالي، ما هو طلع قديم بالضبط، ما كانش معروف كيما توا. كملنا لو هاي الثوم نمشيو تاو للليفل 3 نيكست. ويلكم تو مدينه ليفل 3 هذايا ناجي القصبه. يا جماعه توحل وذاك الحاج اون بيرسون، ان شاء الله نلقاو بلاصه حاسين، وحتى كان ما لقيناش نورمال نبنكو لهنا وفما وحيد كونتوار صغير وحلاوتها في بساطتها كما يقولوا فيها. حيد تونسي جميل تاع الصباح. سمحنا بالله حاسين، وان شاء الله ما تكونوا جيعانين تتفرجوا الحق نتاع ربي، ان شاء الله تكونوا جيعانين. هلكت الديكور اما لازم قد ملوله كاي شويه هريسه تتشهاوا برشا سب في الكومنتات. رم جحالة اللي ما يعرفش ولد الحاج، هذايا ولد الحاج اون بيرسون ما شاء الله، قابلناه اليوم لفري لفري. عندي 50 سنة بالحانوت ما شاء الله. قداش كان بالله الكاسكروت كافتاجي 50 سنة لتاجي؟ أنا بعته ب65 فرنك كافتاجي، واشتري الكاسكروت ب30 فرنك. الكاسكروت كان يشبع قبل حتى توا باهي مش كيف نقصوا في الباقيت والخبز كيلو كيلو. ربي عينك عايشك يا غالي. تقريبا لي زونفون لعبنا له بالخبرة، من ثم قاعدين تتشهاو. أما مازال ما وفاش ومازال الليفل فور ناسا، فما اللي يحب ياكل حاجه حلوه، فما اللي يحب ياكل حاجه حار. بالنسبه لهنا ناكل من الكل في الاوقات الكل. انا فيديوهاتي تعرف نعرف الفيديو كيفاش ب 5000 فرنك تنجم تعدي نهاية رقم خوم في وسط البلاد. اه صحيح. كاسكروت كافتاجي وكيكو اي اس تي وفازات الكل. ان شاء الله نهارك زين ويعطيك الصحه. الله يعجبك. هاي انا مازلت جيعان شويه، طلعت ثلاثه شلوت شارج برك، نزيدوا شلطه شارج برك، يخرج جونا باهي. نيكست ويلكم تو باب سويقه بيبي ولد الكوميسار، باش نمشيو نعملوا حي هرجمان. هذايا ستاج الوحش، هذايا الليفل 4، هذايا اخر وجبه. ما نكذبش عليكم انا تقطعت. او البقاء للاقوى، ولازمك تحارب باش تنجم تاخذ صحفه هرقمه معبيه بارامون. عايش خويا الغالي. عايش صح. نعم بوزين. عايش صح. نزلوا صحفتنا. زوز خبز، ديما زوز خبز، تمشيش تاخذوا اكثر يا ودي، زوز باش يجيكم جوا باهي. باش تطلع لك صحفه مريقله لازم القصات صغار على الاخر، القدمات اللي تقصهم صغار. تعال تشوفوا حايده يعطيها وحايده كي. يا دير ايش تعمل بها معلم كسكروت؟ هاي تفتفت البابه ودوما ديما قصهم قصات صغار، واهم حاجه تغسل يديك. هذا كبدا ياكل معاك واحد مش تلعب له بالفيروسات. فما بيت تاخذ ثلاثه كعبات ولا اربع كعبات مش بالو، باش يعمل صحفه كبيره. كعبرت لك صاحبي، اللبلابي لازم يكون جوسي، لازم يكون مشخشخ، لازم يكون الصوص اكثر من الخبز، سينو ما عادش لبلاب ولات ماكله نتاع الدجاج. شفتوا القدمات كيفاش صغار خويا؟ ما تنجح كان بالطريقه هذه في النيفو هذا، مش تتعبى للفم. وهاي دارك من صديقي. زوز مراوب وزيت زيتونه، وفرح بينا. هاي الوحيدة حضرت، وينك وينك السيفان؟ السلام عليكم. تتعرف على العباد خويا وتقعد تاكلوا الناس كل مع بعضهم، هكا هي الاجواء هنا. وعندك وحيد بونيوس خويا لهنا، السلام عليكم خويا الغالي. اعطينا بالله صحين صغير. قداش صحن خويا؟ صحن عندي ب 2500، عندي ب 3000. بنتي كي تبدا تحب حاجه معينه مثلا دينار ب 500 ب 15 ريال، اعطينا صحن بنون. اعطينا وحيد ب 2000. بش فيها الفول. عايش خويا الباهي. خلي شوي مصلى. هاي صح اكيد. يرحم بوك صديقي. هاو الوحيد. شوف خويا هذايا تو مع اللبلابي.
تو ما عادش تعب وتو ما عادش يعني سي تو الشارج بلان الحايد هذا يا خويا تتحرحر تبرد وتصلي أنا ما تسلم على حد حاجة بعد توش أقسم ليك باز عايش خويا البيعي صاحبي الغالي هاي سلام تشاو مشات ساحل يزنفون في الأخرة وكالغيث النفع والمطر أول مرة نصور مش تيت صب ما تنسيوش تعملوا لي فولو على انستغرام ودخلوا اليوتيوب هيك في ستوري تلقاو الفيديوهات الكل والفازات الكل وعملوا لي سبورت على خاطر راني باش نصور في بلاد أخرى والفيديوهات الكل شافتوا في الشان يوتيوب اكتبونا في الكومنت شنو الماكلة اللي ما تنجموش تاكلوها وشنو أكثر حاجة حبيتوها وشنو الحاجة اللي احنا نسيناها ما لازمها تكون تونسية 100% المهدية نتنفخ في الشتاء نشوفوكم الفيديو الجاي peace